والله لقد جاءني في مدينة المنصورة بعض أحبابنا في درس من دروس الخميس وفي زحام شديد كهذا وإذ بمجموعة من الناس: يا شيخ لازم نسألك عن صحة حديث. قلت تعال صبر. مجموعة من آبائنا الطيبين وإخواننا الفضلاء قال: يا شيخ نريد أن نسألك، هل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب، كان لا يرد الدهن؟ قلت: نعم هذا صحيح، كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهن. فإذ بواحد منهم يقول لهم بلغة المصريين: مش قلت لكم عشان ما عدتوش تتلمضوا بعد كده معايا. وإذ بالآخر يرد علي ويقول: معلش سامحوني على اللهجة المصرية، يا شيخ ده كان حيموتنا النهاردة. قلت: لا في ايه، تعالوا. وجلست معهم. ايه الموضوع؟ فقال احدهم: هذا الاخ دعانا اليوم لطعام الغداء. هذه حقيقة ليست طرفة، دعانا اليوم لطعام الغداء. الجميل جزاه الله خيرا. قال: لا استنى يا شيخ، احضر لنا لية الخروف. هل تعرفون اللية؟ الشحم. قال: وحمره بالسمن البلد الجميل ووضعه على الأرز وكان يقطع وقل كل. كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهن. فالأخ مسكين وأهل مصر حقيقة عندهم عاطفة جياشة ومحبة عالية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأخ يقول له: أنت متأكد أن النبي قال كده؟ يقول له: والله حديث صحيح. فياخذ منه قطعة الدهن. صلى الله عليه وسلم ويأكل حبا في رسول الله، وبعدين يعطيه قطعة تانية يقول: مش قادر. يقول له: كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهن. هترد السنة؟ يقول له: يا ابني انت متأكد ده حديث؟ قال له: نسأل محمد حسان النهارده. فأتوا ليسألوا. قلت: يا أخي سامحك الله، كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهن، أي لا يرد الطيب. قالوا: يا ابن الكلب، هتموتنا باسم النبي؟ والله ليس طرفة، سامحوني يعني على اللفظة، لكن واقع.